طبعا كلنا شفنا على السوشيال ميديا صورة النجمة الجميلة ميرفت أمين، اللي ما فيش حد في مصر وفي الوطن العربي كله مش بيحبها. المشكلة ان الصورة بتاعتها وهي في عزا المخرج الراحل علي عبد الخالق ربنا يرحمه، والصورة دي كانت وهي كبيرة وباين عليها طبعا الكبر، وتاني حاجة كانت بدون مكياج. فهنا بقى الناس الحلوة بدأت تتكلم عليها شكلها، وان لا حول ولا قوة الا بالله، وان العمر بيجري، وانها كبرت قوي وعجزت و و و وهتك تنمر، وفي لما كانت جميلة وحلوة وكلها شباب. وطبعا في ناس تانية بدأت ترد على الناس الاولانية وتدافع عن مشاعر الفنانة ميرفت امين، وتقول انها لسه زي القمر وانها جميلة بروحها وقلبها والكلام ده كله، واللي هو انتوا ازاي يعني بتجرحوا مشاعرها بالشكل ده وبتتنمروا عليها، وحرام عليكم انتوا ما عندكوش قلب ولا رحمة وبتجرحوا في مشاعر الناس كده. الغريبة بقى ان محدش سامع صوت الناس دي في جرح مشاعر اب وام اتبنوا طفل لقوه في الكنيسة وربوه وعلموه وبقى كل حياتهم، وهم بقى كل حياة الطفل ده. محدش اتكلم ان ازاي ياخدوا طفل من اهله ويرموه في دار ايتام وبسرعة البرق يغيروا شهادة ميلاده واسمه ويغيروا دينه كمان. محدش اتكلم ازاي تحرموا الناس اللي ربت الطفل ده انهم ما شوفوهش تاني. ازاي محدش اتكلم عن دموع الزوج والزوجة وحرقة قلبهم على الطفل اللي عاش معاهم 4 سنين وبقى اكتر من ابنهم. ازاي محدش يتكلم عن مشاعر الطفل اللي اتاخد من اهله وحاله عامل ازاي دلوقتي. انما نتكلم عن ميرفت امين ومشاعرها عادي، لاننا شعب للاسف فاضي. لا ده كمان وصل بينا الحال اننا ممكن ندافع عن قاتل ونطلعه بطل كمان. انما نيجي عند الطفل شنودة اللي اتاخد من اهله ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. للاسف الطفل شنودة أكبر دليل على اغتيال الإنسانية وإن مفيش رحمة. الدنيا بقت ماشية بالعكس والموازين اتقلبت، وبقى سلمنا على الرحمة.